السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي مشاهدينا أينما كنتم، ولكن قبل أن نبدأ هذا الفيديو فلنصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أعزائي المشاهدين، يبدو أن كابوس نادي توتنهام لا زال يلاحق كتيبة بيب غوارديولا، أو بالأحرى المدرب الكاتالوني بيب غوارديولا. طبعا هذا النادي أعزائي المشاهدين وخاصة اللاعب صون والذي خدع جميع تخطيطات المدرب الإسباني بيب غوارديولا، طبعا صرح في مقال سنهاجم توتنهام مجددا، أي أعزائي المشاهدين أن هذه اللعنة لن تحل عليه لحد الآن. أكد بيب غوارديولا أن مانشستر سيتي لن يقوم بتغيير خطة وطريقة لعبه أمام توتنهام هوتسبير يوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز. والمدرب الكتالوني أشار إلى أن فريقه يحتاج لبضعة الوقت من أجل تخطي عثرة للخروج أمام الفريق اللندني يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا. وقال بيب غوارديولا أعزائي المشاهدين أن الفريقان سيتهاجمان في الميدان وسنهاجم مرة أخرى نحن أيضا. الأمر ليس سهلا لأنهم في فريق كبير، لكننا سنحاول حتى آخر رمق. وأضاف قائلا: إذا كنتم تعتقدون أن الأمر ليس مؤلم لن أتفق معكم بتاتا، لا أريد من اللاعبين أن ينسوا ما خسرناه يوم الأربعاء. طبعا أعزائي المشاهدين أنا آسف جدا لأنني لم أجلب لكم الفيديو أو الدليل كما تقولون أنتم في التعليقات، لأنني إذا أحضرت فيديو يتكلم فيه بيب غوارديولا سأخذ يعني مخالفات الطبع والنشر، وكذا ستحذف قناتي للأسف. لذا أعزائي المشاهدين أنا أجلب لكم هذه الأخبار صادقة مني، يعني يمكنكم الوثوق فيها بنسبة 100%، أنا لا أكذب في هذه القناة. سبحان الله، من هنالك يعني يعترضون في التعليقات ويقولون أنني كاذب وأتي لنا بالدليل. طبعا إذا كانت صورة سأتي لكم بها، وإذا كان فيديو أعزائي المشاهدين للأسف لا أستطيع إحضاره لأنني سأخذ كما قلت لكم حقوق طبع ونشر وستحذف قناتي. وصرح في نفس السياق أعزائي المشاهدين: نحن بشر نحتاج للوقت فيما يتعلق بمشاعرنا، وما حدث يوم الأربعاء سيبقى كابوس بالنسبة لنا، لكن لدينا الحظ لنعيش هذا الأمر مع 65 ألف مشجع في الملعب. وكشف المدير الفني عن حالة الفريق السماوي قبل مواجهة السبت، حيث أشار إلى أن زيتشينكو قد عاد بالفعل إلى تدريبات السيتيزنز، وهذا أعزائي المشاهدين خبر مفرح لكتيبة بيب غوارديولا. وعن هذا قال: زيتشينكو شارك في جزء من التدريبات، تحدثنا سويا بالأمس مع بعضنا البعض وقمنا بتهنئة أنفسنا على الطريقة التي لعبنا بها وتدربنا بها معا. وجاء لينهي تصريحاته بقوله: سنرى اليوم درجة استشفاء التي وصل لها الفريق وكذلك الحالة البدنية والذهنية، سأقوم باختياراتي للمباراة مساء اليوم أو صباح الغد. وأعزائي المشاهدين، يعني كل الصحف الإنجليزية، كل من The Sun و The Guardian و City Watch و Mirror قالوا أن رياض محرز سيكون كلاعب أساسي. طبعا نتمنى للنجم الدولي الجزائري رياض محرز التألق في مباراة يوم غد، وإن شاء الله يسجل هدف أو هدفين ليسكت تلك الفئة التي تقول أن رياض محرز ليس لاعب يعني احترافي، ولا هو لاعب يعني مجرد لاعب عادي ولم يقدم شيئا للسيتي. نتمنى أنه سينقذ مباراة غد أعزائي المشاهدين إن شاء الله، وليسكت جميع الناقدين والذين أصبحوا يفتحون أفواههم، والذين أصبحوا أيضا أعزائي المشاهدين يفقهون في كرة القدم ويتطاولون عن النجم الدولي الجزائري رياض محرز. طبعا هؤلاء الذين يقولون أن النجم الدولي الجزائري رياض محرز لاعب ليس باحترافي، طبعا هؤلاء بكل صراحة وبكل فخر سأقولها لكم، طبعا أعزائي المشاهدين هؤلاء الجماهير هم جماهير المصلحة. إذا كان رياض محرز لاعب يعني يلعب كل المباريات يعني كلاعب أساسي ولديه دهاء كبيرة ويعني مستويات ضخمة، طبعا مستواه متذبذب لعدم المباريات التي لا يلعبها بانتظام. وطبعا إذا قالوا يعني محرز لاعب كبير ورأوا العديد من الجماهير تشجعه وأخذ جوائز، طبعا الكل أصبح يحبه. ويعني ببعض تذبذبات قليلة وبنسبة وذلك راجع لقرار بيب غوارديولا وعدم إشراكه كلاعب أساسي في جميع المباريات، يعني تذبذب مستواه قليلا وذهبت جماهير المصلحة في شؤونها وراحوا يعني يشجعون لاعبين آخرين وينتقدون النجم الدولي الجزائري رياض محرز والذي كانوا يحبونه سابقا. هنا أعزائي المشاهدين خلاصة القول: عندما يصبح يعني أحباؤك أو يعني عشاقك إلى نقادك. طبعا أعزائي المشاهدين هنا ينتهي هذا الفيديو، ولكن لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم كل ما هو جديد، ولنلتقي في فيديوهات جديدة إن شاء الله، والسلام عليكم.